صرح المسيح تصريحات تختص فقط في الله وحده، لكن صرحها عن نفسه. مثلاً المسيح هو الذي يعطي الحياة والحياة الأبدية، ثم صرح أنه يغفر الخطايا. غفران الخطايا فقط تختص بالله وحده. المسيح صرح أنه يحكم مصير الإنسان من خلال الإيمان بشخصه ومصيره الأبدي. المسيح يطالب، بل طالب بالتسليم الكامل والولاء الكامل والإيمان به شخصياً كشرط للدخول للسماء. المسيح يعطي ويمنح الروح القدس، وهذا فقط يختص بالله. المسيح يرسل التلاميذ، وهو مرسل الأنبياء أيضاً. المسيح صرح عندما نصلي أن نصلي باسمه، طلب أن نصلي باسمه، وهذا فقط من حق الله. المسيح قبل العبادة، ومش بس قبل العبادة، لم يعترض عليها أبدا. فالمسيح هو موضوع العبادة، سواء كان على الأرض أو في سفر رؤيا في السماء منشوف أن شخصه المبارك أنه هو موضوع العبادة. ثم أحبائي، صرح أنه أزلي عندما قال لليهود: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وهذا تصريح قوي جدا، وهذا التصريح لا يختص إلا بالله وحده. عندما سأل موسى بالقديم عن اسم الله، قال له: أهي الذي أهي. وكلمة يعني قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، إنه منذ الأزل وجود المسيح قبل إبراهيم، وأنه فعلا في هذه الصفات أهي الذي أهي تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، يعني أزلي أبدي سرمدي، لا بداية له ولا نهاية. وهذا تصريح قوي جدا. طبعا يعني بيتكلم عن المجد أيضا. مجدني، قال للآب، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. هو كما قيل عنه غير متغير. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ثم صرح شيء مهم، صرح إنه الكنيسة، كنيسة الله، هي كنيسته. قال في قيصرية فيلبس في الشمال: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ثم قال: كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني اللي كلفت دم يسوع المسيح من أجل كنيسته. هذه التصريحات مهمة جدا، لا تختص إلا بالله وحده. ثم منشوف أحبائي أسماء المسيح تعبر عن مجده، تعبر عن طبيعته، تعبر عن لاهوته، وتعبر أيضا عن كمالاته. فالكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه كلمة الله: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالمسيح هو كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. وصرح المسيح أنه هو فاحص الكلى والقلوب، وهذه الصفة تختص بيهوه في العهد القديم أيضا. ثم لا ننسى ما يقول سفر الرؤيا، قال يسوع: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الكائن الذي كان، القادر على كل شيء. فالمسيح هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، قيلت عن الرب في العهد القديم. هذه التصريحات وأسماء مهمة جدا. ثم كلمة أنا هو، المسيح مرارا وتكرارا قال في إنجيل يوحنا:
المفهوم أو التعبير اللي بيفهمه اليهود في العهد القديم، حينئذ تفهمون إني أنا هو. متى ارتفع ابن الإنسان؟ حينئذ تفهمون إني أنا هو. بل هو الذي قال أنا هو، أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الكرمة الحقيقية. وكل هذه أحبائي تختص في الله في العهد القديم. مثلا الرب نوري وخلاصي، قال يسوع أنا هو نور العالم، أنا مخلص وليس آخر. هذه أحبائي مهم جدا، بتعبر عن يسوع عندما قال أنا هو، إيجو إيمي في اليوناني، اللي بتتخصص بنفس الكلمة التي قيلت عن يهوى في العهد القديم. ثم أحبائي نرى أسماء كثيرة التي تعبر عن لاهوته، مثلا المخلص، الملك، الديان، الشفيع، الفادي، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، البار، القدوس، الصخرة، الرب، إلهنا ومخلصنا، مكتوب عنه أيضا إلها مباركا، وهكذا. يعني بتشوف أسماء كثيرة اللي بتعبر عن هوية يسوع المسيح. بتكلم بأسماء عديدة، يعني لسبب ضيق الوقت صعب نعبرها في هذا الوقت، لكن خليني أنهي هاي الفقرة بشيء مهم جدا. توما كان واحد من الاثني عشر، وعندما ظهر المسيح للتلاميذ قال إن لم أبصر وأضع يدي في إثر الجروح. عندما ظهر المسيح في الأسبوع القادم أو في الأحد القادم قال هذه الكلمات، توما اللي هو يهودي قال ربي وإلهي. وهذا دليل ومهم جدا إنه بتتكلم عن لاهوت المسيح. We'll be right back.